السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن العمرة للمقيمين والوافدين، يبدأ من الاثنين القادم. خليكم معانا لما نشوف الخبر. الخبر ده النهاردة 8/8/2021، والاثنين ده ان شاء الله هيبقى 9/8/2021. خليكم معانا لما نشوف الخبر. لما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الاثنين المقبل لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. بطاقة استيعابية تصل إلى 60,000 معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة. وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443 هجرية على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان. وعن معايير خدمات النقل الآمن، أفاد بأن عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا قبل الصعود للحافلة، مشيرا إلى أن مركز النقل في محطتي كدي والشيشة ونقاط التجمع حول الحرم المكي إجياد باب العلي الشبيكة تم تجهيزها وفق إجراءات دقيقة لتطبيق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها الجهات المختصة لاستقبال المعتمرين والمصلين من داخل وخارج المملكة، مؤكدا أن ضيوف الرحمن الحاصلين على تصاريح الدخول للحرم المكي من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا يمكنهم دفع قيمة تلك الخدمة الاختيارية من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، وذلك للحفاظ على الوقت وتلافي الانتظار في مراكز النقل. وبين مشاط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات الخاصة بالدول القادمة منها المعتمرين والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدم الخدمات شركات العمرة والفنادق وشركات النقل المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض على منصات التسويق الإلكتروني المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية تماشيا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وعن البروتوكولات الصحية للمعتمرين من داخل المملكة، أشار إلى أن التحصين سيكون شرطا أساسيا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهر تطبيق توكلنا. لفئات التحصين الثلاثة: محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوم بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح، أو محصن متعافي من الإصابة، لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتبر الداخل.
أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مصوغات طلب أداء المناسك، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم مباشر منها إلى المملكة مستمرا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة. ودعا نائب وزير الحج والعمرة إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا. العام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.